راح ودها للدكتور وعملت العملية وجثة ما سألش خالص خوفا، رغم ان هي عاملة عملية قصرية، فتح لها بطنها، قطع في الخد ده، قطع في الخد ده، وعدة طعنات في الظهرة وطعنات في الإيدين. شهيدة الأمومة. إن عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا. ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة اللي من خلالها بنرسخ لمفهوم هام جدا، إن الجريمة مهما كان ذكاء مرتكبها أو فاعلها لن تفيد، وإن العقاب واقع لا محالة. تعال نشوف الجريمة دي اللي حصلت في منطقة إزبة النخل محافظة القاهرة. إحنا عارفين أي شاب لما بيجي يدور على عروسة ما بيسافرش، بيشوف حواليه. أنا شفت واحدة في الشارع اللي جنبينا، النبي البنت جيراننا، النبي الست اللي بيقول على أول الشارع عندها بنت كويسة، شيء طبيعي. بيسأل اخواته، بيسأل اصحابه، بيسأل جيرانه، امه بتعرفه، امه بتسأل، امه بتطقص زي ما بنقول، لغايه ما الشاب ده اسمه مسعود. مسعود فضل يدور على العروسه لغايه ما جابوا له بنت جميله مؤدبه اسمها ريا. جيران حط عينه عليها، ابتدى يسأل عليها، ابتدى يشغل البنت، البنت ابتدت تنشغل بيه، حصلت بينهم قصة حب، وابتدوا يقابلوا بعض، قصة حب امتدت لمدة سنة. جه مسعود كأي شاب محترم دخل البيت من بابه، راح يتقدم لريا في عزبة النخل. سألوا عليه، لقوه موظف وكويس، شغال في قطاع خاص وبياخد مرتب كويس وعنده شقته، وافقوا عليه، وخاصة ان ريا كانت بتحبه، رغم ان ابوها وامها قالوا لها يا بنتي الشاب ده مش وظيفة مستمرة، ده قطاع خاص، يعني ممكن في اي وقت يقولوا له شكرا روح لهم. البنت قالت لا انا بحبه وهعيش معه، ولما اجي لكم غضبانة بترجعوني تاني. يا بنت احنا عايزين لك وظيفة دايما، عايزين لك وظيفة تقدر تبقى مطمنة ان هو هيستمر فيها. القطاع الخاص ممكن الراجل يصفي شغله، القطاع الخاص ممكن يلقى واحد مرتب اقل، القطاع الخاص ممكن يتخانق مع صاحب الشغل، صاحب الشغل يمشيه. البنت صممت عليه واتجوزوا، عاشوا حياة كريمة معقولة، البنت كانت فرحانة بيه، وأهلها نفسهم قالوا الواد كويس الحمد لله وعزز بنتنا وبيصرف عليها كويس، لغاية ما حصل حمل. جوزها خدها ودها عند الدكتور، اكتشف ان اللي بطنها توأم، ولد وبنت، كانوا طايرين من الفرح، ريا طايرة من الفرح ومسعود طاير من الفرح واهل البنت طايرين من الفرح، والف مبروك، الواحد بيجيله بنت ولا واد، وانت ربنا اعطاك الحسنيين ولد وبنت، يا بختك يا عم والدنيا زي الفل. في الوقت ده في ظل ظروف الاسعار المرتفعة، كل واحد عنده في القطاع الخاص بيدور على مصلحة. الولد ده صاحب العمل بيقول له هنزود ساعات العمل وبنفس الراتب. الشاب اتخانق مع صاحب العمل، صاحب العمل قال له انت هتغلبني ليه؟ اتكل على الله، راح ممشيه. قعد الشاب في البيت طبعا لا قادر يصرف على مراته ويتوأم في بطنه. ابتدت الامور تسوء بين الزوجه وجوزها، انزل دور على شغل، انزل هات اكل ناكل ونشرب، اللي ببطني ده بكرة وبعده هنعمل عملية عشان دول توأم، والدكتورة بتقول لي هتولد قيصرية، عايزين مصاريف. يطلع ويرجع يقول ما فيش شغل. المهم البنت اوشكت على الولادة، قال لها روح عند بيت ابوكي عشان يتكفلوا بالعملية، انا معيش فلوس.
البنت فعلا راحت عند ابوها وامها جات لهم معيش فلوس. احنا مش قلنا لك نرجعك لجوزك زي ما كنت بتقولي، لكن انت يا بنتي ما تنيش علينا، انت دمنا ولحمنا. راح وضها للدكتور وعملت العملية وجوزها ما سألش خالص خوفا، احسن ابوها وامها يقولوا ادفع للمستشفى واسفع للدكتور وتعال نعمل سبوب. البنت ولدت التوأم، ابوها تكفل بالعملية وباللبس التوأم وبشرب التوأم ولبن التوأم، لان التوأم من اللبن اللي في صدرها مش مكان. بعد ما خلاص قعدت 40 يوم عند بيت اهلها من غير الزوج ما يوري وش، فيش غير التليفون، معلش معيش فلوس انا مكسوف، جات له لا خلاص مش اشكال ابويا جنب الواجب. راحت راجعه بالتوأم لجوزها رغم ان ابوها وامها قال لها اقعدي ما سالش فيك ولا جيت طمن عليك، احنا ما كناش هنقول له هات فلوس، بس كان المفروض اقل ما فيها يحضر العمليه يكون معانا في المستشفى، اقل ما فيها يجي بعد كده يطمن عليك وانت في البيت، يجي يبص على التوى، يجي احنا ما قلناش هات فلوس، يجي ياخد لقمه معاك حتى. جات لهم زي بعض، هو مكسوف اصل هو عنده حياء شوي، يعني يا بنتي ما فيش فايده يا بنتي اتطلق منه ده كذا. جات لهم لا، جات واخده التوام ورايحه عند مسعود. الزوج طبعا قاعد، جات له لسه ما جاب، قال لها ما فيش شغل. طيب العيال عايزين لبن، العيال محتاجين بامبرز، ما مش هو ده توأم، عايزين بامبرز قولي لابوكي. طب عايزين لبن قولي لابوكي. طب بنتي سخنه تعالى نوديها للدكتور قولي لابوكي. الواد طبعا اتهيئ من اخته عايزين نكشف له قولي لابوكي. طب ابويا كشف هات البروشيت معيش فلوس انزل اشتغل، هو فين الشغل؟ ابتدت الزوجه تزعق معاه، يعمل ايه الزوج بقى؟ يعمل ايه مسعود؟ لما صوتت ولمت الناس اما كنت متجوز لها، في راجل قاعد في البيت حماه بيصرف على مراته، في حد يبقى قاعد في البيت حماه بيوكل التوأم بتاعه، في واحد بيقول لك ما حسيتش بنفسي غير لما راح جاب السكينه. تعال نشوف الطب الشرعي عليه بقى. جرح قطعي في البطن، رغم ان هي عامله عمليه قسريه فتح لها بطنها. جرح قطعي في البطن يعني ما موتهاش حتى طعنات، لا ده شرحها. جرح قطعي في البطن، جرح قطعي في الرقبه يعني فتح بطنها قطع رقبته، قطعي في الخدين قطع الخد، يعني تخيلوا المنظر، فتح بطنها دبحها قطع في الخد ده، قطع في الخد ده، وعدة طعنات في الزهرة وطعنات في الايدين. ايه يا عم؟ ايه يا عم مسعود؟ ايه يا عم الشيخ؟ ليه؟ ليه يا عم؟ ده جابت لك توأم، جابت لك توأم، عشان كده سموها شهيدة الأمومة. عزبة النخل لما كانوا رايحين يدفنوها قالوا شهيدة الأمومة، كان همها كله بامبرز، همها كله لبن للعيال، توأم. طب ربنا اعطاك هديتين، هديتين، ربنا من عليك مش بعيل، مش بولد ولا بنت، ده اعطاك الاثنين، اعطاك ولد وبنت. انت عايز نعمه اكتر من كده ايه؟ ومراتك ليها حق، انت اللي متكفل بمصاريفها ومصاريف عيالك مش ابوها، ومن حقها انها تصوت وتزعق عشان تخليك راجل وتنزل، تنزل تشتغل وتكد وتصرف عليهم. لكن تموتها الموته دي؟ وقيته سكت. بعد كده بعد ما قتلها راح اتصل باخوها في التليفون. ايه يا محمد؟ قال له ايه يا مسعود؟ قال له اختك مش مبطلة رغي، عايزة بامبرز، عايزة مصاريف، عايزة علاج، عايزة رشدة. قال له زي بعض، زي بعض يا مسعود، ده هتعمل ايه طيب؟ ما هو العيال ده الله يساعدها توأم. قال له على كل منهم انا ريحتها. ايه؟ قال له جبت لها كل طلباتها؟ قال له لا، انا ريحتها موتها. موتها؟ قال له ايوه، بس انا ظبطتها لك، تعال خد اختك بقى. جري اخوها محمد راح لاخته كسر باب الشقه، لقى اخته ابتدى حالها هستيريه زعاج، الناس اتلمت، الشرطه جت، قال لهم جوز اختي اتصل بيا وقال لي كذا كذا. طب الشرعي جه وده وده، في خلال ساعات تم القبض على الزوج مسعود. ايه اللي حصل؟ قال اللي حصل ان هي كل شويه عايزه بامبرز، مش مبطله وانا مش لاقي وما فيش شغل، فريحتها من الدنيا.
والحمد لله انه موتش التوأم. التوأم دلوقتي في حضانة جدتهم لأمهم. مثل الجريمة وأشرع السلاح المستقبل. ليه يا ابني عملت كده؟ قال ما كنتش جريان بنفسي. أول ما طعنت ربطنا وكده ما حسيتش بنفسي غير وأنا قاعد ألطش فيها بالسكين. تم القبض عليه بعد الاعتراف التفصيلية وفي انتظار القضاء العاجل ليقتص منه. هنقول إيه؟ لله الأمر من قبل ومن بعد. أشكركم.